للمزيد من التفاصيل حول موضوع اقتحام مديرية الرصافة الثانية من قبل المحتجين ينضم إلينا المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق. بداية مرحبا بك، يعني كيف نظرتم إلى عملية الاقتحام التي تعرضت لها مديرية الرصافة الثانية من قبل محتجين غاضبين؟ تفضل. مرحبا بك وحياك الله وحيا الله جميع مشاهديك الكرام، شكرا جزيلا لتسليط الضوء على هذا الموضوع. المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية هي صرح تربوي عظيم كبقية الصروح التربوية، مثل ما أشار البيان الذي صدر عن وزارة التربية وما تحدثت به في هذا البيان معالي وزير التربية الدكتورة سهى سليم العلي. ومثل ما قرأتم البيان أنه أعطت الأهمية القصوى لسلامة الموظفين في المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية. كان هناك مجموعة من الأشخاص يتراوح عددهم من 75 إلى 100 شخص، معظم هؤلاء الأشخاص كانوا من الطلبة. جاءت هذه المجموعة إلى مبنى المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية وأرادت الدخول بقوة إلى المديرية. كان هناك ربما أيضا شد في الكلام بين حماية المبنى والمحتجين، ما دفع المحتجين إلى طيب هل كانت لهم مطالب معينة عند وصولهم إلى مبنى تربية الرصافة الثانية؟ نعم، في الحديث مع المدير العام لتربية الرصافة الثانية الأستاذ قاسم رحيم العقيلي وإعلام مديرية المدير العام لتربية الرصافة الثانية، كان هناك ربما هو مطلب واحد، إقالة أو إخراج المدير العام لتربية الرصافة الثانية الأستاذ قاسم رحيم العقيلي من منصبه. هذا كان يعني أبرز مطلب موجود لديهم. دخلوا إلى المدير العام لتربية الرصافة الثانية، أمروا الموظفين بالخروج من المبنى، صعدوا إلى سطح المبنى، طبعا كل المحتجين بدون أسلحة وبدون أي آلات يحملون بيدهم سوى أنه بالكلام. أصبحت هناك بعض المشادة مع بعض الموظفين، لكن أضرار في البناية مثل ما ذكروا في المدير العام لتربية الرصافة الثانية إعلام الرصافة الثانية، وكذلك لم يكن هناك اعتداء بالضرب أو بالأذية على أي من الموظفين في المديرية العامة لتربية الرصافة الثانية. استمرت هذه العملية لمدة نصف ساعة. كان هناك بعد تواجد للقوات الأمنية بعد التواصل مع معالي وزيرة التربية الدكتورة سهى خليل العلي بك بالاتصالات مع القوات الأمنية، أمنت المديرية بشكل كامل، بالتالي إخراج جميع من كانوا متواجدين هناك أو هم ربما هم ذهبوا ورحلوا وانتهى الموضوع. نعم، المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.